بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا دايما بخير يا رب النهارده هنكمل جولتنا في جاليري رفعت انتيكس وان شاء الله هتشوفوا حاجات حلوه جدا موبيليا وكمان قطع انتيكس حلوه جدا 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 ان شاء الله تعجبكم بالاضافه للتماثيل والجروبات والحاجات الجميله اللي احنا متعودين نشوفها عند رفعت انتيكس بدايه كده بقى معانا الفاترينا الجميله دي دي فاترينا على شكل ترابيزه بس تبقى تحفه جدا وشكلها جميل بيتحط فيها هدايا وبتبقى باينه منها وشكلها بيبقى شيك جدا وطبعا دي من القطع الانتيكس المميزه قوي 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 معانا كمان اللمبادير اللي انتم شايفينه ده اللمبادير ده شكله جميل جدا قطعه مميزه جدا جدا بصوا عامله ازاي شكلها تحفه بجد برضو من القطع النادره القطعه دي ب ألف شغلها نحاس مع الكريستال بتاعها بصراحه جميله جدا زي ما قلتلكوا كده حاجات من القطع النادرة بصوا كمان طولها مميز عندنا بقى مجموعة من الترابيزات هنشوف مجموعة من الترابيزات الأسعار عندنا بتبدأ من أول 3000 جنيه بالنسبة للترابيزات هتشوفوا حاجات ترابيزات جنب شفنا طبعا السنتر مع بعض كمان بقى هتلاقوا حاجات لل... للجنب هتلاقوا حاجات حلوة جدا كلها حاجات قديمة حاجات قيمة جدا وحاجات شيك دي كمان يعني شكلها ظريف قوي وخصوصا ان هي ثلاث ادوار كده ف شكلها مميز طبعا الدير بتاعها نحاس والرجول كمان عشان نقول تاني العنوان عشان ما تنسوش احنا في 27 شارع اسماء فهمي على ناصيه الشارع في بنك الاستثمار العربي وفي سوبر ماركت الاخوه احنا هنا في مصر الجديده اللي هيركب بقى المترو هينزل محطة أسماء فهمي أو هينزل محطة كلية البنات أنا آسفة وهيطلع اتجاه شارع أسماء فهمي. أوكي الشارع يا جماعة طبعا على نص الشارع بره في الرقابة الإدارية هتكملوا في الشارع ده لحد ما تدخلوا على سبعة وعشرين شارع أسماء فهمي. آه كمان رقم التليفون موجود عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم وتقدروا توصلوا بكل سهولة كمان الترابيزة دي كمان كانت حلوة جدا البونبونيرات عندنا بتبدأ أسعارها من أول ألفين ونص الترابيزة دي كانت تحفه بصراحه شكلها شيك جدا ولذيذه وصغننه كده وشكلها رائع هتشوفوا كمان بعض التحف معانا العنوان بتاعي لي هيبقى سهل جدا قريب جدا منكم اشتكيتوا كتير من فيصل ومن المنيب زي ما قلت لكم قبل كده فهم حاولوا يقربوا لكم المسافه على قد ما يقدروا فبتاعي لي مصر الجديده قريبه من الكل وهتبقى ان شاء الله مكان مميز ومفيش زحمه وكمان مش هيبقى فيه المشاكل اللي كانت بتقابلكم وانتوا رايحين فيصل او انتوا رايحين المنيب او كمان التونسي اه طبعا المشوار بتاعه مش يعني سهل وما زحمه وجميل وكل حاجه بس كمان هنا هيبقى اجمل واجمل ان شاء الله كمان هنا عندنا ال الاتاجير ده يعني ممكن نقول عليه اتاجير او فاترينا بس يعني ليه مسميات كتير صراحه بس هو شكله تحفه قطعة جميلة جدا معانا كمان الكريستال الكريستالات عندنا بتبدأ من أول 200 جنيه عشان يعني تبقوا عارفين آه الكريستالات من أول 200 جنيه الفازات هتلاقوها بتبدأ من 500 جنيه فهتلاقوا حاجات كده أسعارها حلوة وكويسة جدا الطفايات اللي ورا دي معدن في كريستال وبرضو الشمعدانات والفازات اللي فوق دي معدن في كريستال برضو دي برضو معدن في كريستال شكلها حلو جدا في كمان عندنا الترابيستين دول هما اتنين شكل بعض الترابيستين دول برضو مميزين جدا وشكلهم حلو قوي زي ما اتفقنا يا جماعه الحاجات اللي هتبقى متكرره كتير فهنقول لكم اسعارها بتبدا من كام اما الحاجات اللي بتبقى قطعه واحده او قطعتين بتبقى يعني حاجات كده قطع منفرده فدي اللي هنقول سعرها معاكم عشان تبقوا عارفينها هتلاقوا بقى حاجات معانا انجليزي وفرنساوي و بالنسبه بقى للكريستالات هتلاقوا في ايطالي وهتلاقوا آه تشيكي يعني تشكيله حلوه جدا كلها حاجات آه براندات وان شاء الله هتعجبكم ما تنسوش الافتتاح بكره ان شاء الله 2/12 آه يوم السبت آه في انتظاركم الاستاذ احمد رفعت آه آه وان شاء الله تستفيدوا بالعروض والخصومات اللي هيعملها لمتابعين القناه باذن الله في كمان معانا العمود ده طبعا هما اتنين مع بعض شكله حلو جدا شغله جميل بصراحة من القطع برضو المميزة ينفعوا في مدخل فيلا يبقوا شكلهم تحفة قوي شغلهم مميز بجد وكانوا بيعملوا شغلهم بحب وبفن فبتطلع القطعه من تحت ايديهم قطعه فنيه رائعه ده العمود التاني في كمان معانا الترابيزه دي الترابيزه دي برضو شكلها حلو جدا ترابيزه لويكنز شكلها ظريف جدا التقسيمه بتاعتها مختلفه يعني الشغل بتاعها مختلف آه يعني تلفي كده معاها عشان توصلي لحاجه آه تعرفيها هي شكل ايه بالظبط يعني واخده شكل كده زي الشكل العشوائي مش بترمز لحاجه بس شكلها جميل دي كمان برضو حلوه جدا برده الويكنز معانا كمان الاباجوره دي من الاباجورات اللي كانت عجباني قوي شكلها و... 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 وال الشغل بتاعها تحفة دي بأربعة آلاف جنيه شكلها جميل جدا طبعا الشابوهات ممكن تغير الشابوهات زي ما انت عايزة بس احنا بنتكلم على الاباجور القطعة نفسها هي حلوة جدا والشابو بتاعها كمان لايق عليها بصراحة بس دي قطعة جميلة جدا 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 شكلها حلوة قوي كانت من الحاجات اللي شدتني ووقفت قدامها شوية في كمان معانا السكرتيرة دي هنشوف برضو سكرتيرات كتير سكرتيرات عندنا اسعارها بتبدا من اول آلاف آه جنيه طبعا كل السكرتيرات عندنا هتلاقوها آه يعني انجليزي كلها حاجات قيمه بصوا كمان آه الشكل كمان وفيها ماركتري كمان الاباجوره دي يعني كنت محتارة دي أباجورة ولا فازة ولا إيه بالظبط شكلها كان غريب برضو معاها البيول اللي انتوا شايفينه ده الأباجورة من الحاجات برضو اللي لفتت نظري لإني ما كنتش عارفة إذا كانت أباجورة ولا فازة ولا إيه بالظبط شكلها كان حلو جدا ب 7500 جنيه الأباجورة دي أو أو الشمعدان ده أو يعني شوفوا بقى هتطلقوا عليها اسم إيه او المفروض هي يبقى اسمها ايه طبعا عندنا مجموعه من التماثيل برضو هتلاقوها تماثيل ممضيه شغلهم حلو جدا دول اتنين مختلفين حلو قوي دي تفاصيل البيو عندنا كمان هنشوف هنا اباجورات من الاكريليك طبعا دي بقى حاجات مودرن ملهاش علاقة خالص بالجو اللي احنا فيه ده بس كان في كده كام قطعة هم جايبينهم جداد خالص فكانوا عرضينهم من ضمن المعروضات هتشوف كذا قطعة من الاباجورات دي وكلها شغل أكريليك. طبعا اللي احنا بنشوفهم دول دول كريستال في معدن عارفينهم طبعا وهتشوفهم كتير عندنا كمان الكونسول ده كان سعره اتناشر الف جنيه برده شكله حلو جدا وصغير كده وشكله ظريف قوي مش هياخد مساحة كبيرة تعجبني جدا لمعة الخشب بتاعهم قد ايه بيظهر كأنه لسه جديد كانه لسه معمول دلوقتي حالا ما عداش عليه سنين كتير قوي واستعمل كتير لا اي قطعه بتشوفوها عندكم بتشوفوها كانها لسه جديده زي ما قلت لكم البومبونيرات برضو هناك كتير وفي الحاجات السفر احنا شفنا منها في الفيديو اللي فات دي كمان فاترينا برضو من الفاترينات المميزة جدا واللي كان شكلها حلو قوي برضو كانت من الحاجات المميزة واللي كانت عجباني جميلة جدا في ناس بتدور على الرسم الزيت ده وبتبقى عايزة اي قطعة انتيكس يبقى فيها رسم زيت بتبقى مركزة قوي في الموضوع ده وبتبقى محتاجة يعني بتدور عليه كتير القطع دي بتبقى نادره قوي بصوا كمان شغل النحاس اللي على الجناب الرسومات اللي حطيناها على الجناب شكلها حلو جدا على فكره يا جماعه مش اي خشب بيتحط عليه نحاس دايما هم بيختاروا يعني الخشب اللي بيتحط عليه شغل النحاس ده لازم يبقى خشب مميز وانواع معينه عشان تعيش معانا وتستحمل شغل النحاس كمان دي بقى من القطع المميزه جدا 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 اللي لسه يعني بالنسبه لي جديده تماما وقطعه مميزه قوي الفاترينه اللي انتم شايفينها دي دي فاترينه صغيره شغل نحاس شكلها تحفه حاجه صغننه وشيك جدا ولو اتحطت في اي مكان تديله شياكه واناقه ما حصلتش دي جميله جدا برده فيها رخامه من فوق شغل النحاس من الجناب من قدام بجد فاترينه تحفه من القطع اللي كانت عجباني جدا 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 و يعني لو انا حبيت اشتري حاجه من هناك يبقى انا هشتري الفاترينا دي لان فعلا تحفه ودي كان سعرها اتناشر الف جنيه مميزه جدا شغل النحاس اللي فيها حلو قوي الرخامه اللي تحت كمان جميله جدا مع الرخامه اللي فوق وحجمها كمان اللي الصغير اللي مش بتاخد مكان كبير وتاخد قطع فيها يعني هي هتضيف للقطعه اللي هتتحط فيها شياكه أه ندخل بقى على الفازات الفيرزاتشي أه عندنا احنا شفنا امبارح اباجورات فيرزاتشي فكمان معانا أه فازات فيرزاتشي أه برده الحاجات دي أه مش بنشوفها كتير البراند ده مش بنشوفه كتير خالص يعني فهتلاقوا دي فازه تانية برضو. الفازات دي ب 5000 الواحده والترابيستين دول برضو كان شكلهم حلو قوي في كمان دي فاز دي اباجوره اكريليك من الحاجات برضو المودرن هن يعني هحاول على قد ما اقدر اجيب لكم كل الاشكال اللي موجوده عشان لو حد حابب يشوف حاجه فيهم كل الفازات دي كريستالات الفازات الكريستال يا جماعه سعرها بيبدا من اول 500 جنيه وبالنسبه لقطع الكريستال بتبدا من اول 200 جنيه السكرتيره دي برضو حلوه قوي 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 إيه كنت بحاول افتحها بس هي ليها نظام في فتحها انا ما عرفتش اوصل له بصراحه إيه بس هي شكلها وهي مقفوله كده إيه قطعه فنيه شكلها حلو جدا طبعا انا حاولت افتح الرف بتاعها ما عرفتش خالص قلت طبعا عشان عليها كريستالات وحاجات ممكن لو اتعافيت عليها تقع او حاجه فسيبتها زي ما هي ما حاولتش ان انا يعني اشد عليها قوي بس هي زي ما انتم شايفين كده سكرتيره ويكنز شكلها تحفه شيك جدا من القطع الفنيه الجميله في كمان معانا الفاترينا دي كمان يعني لو انت مش حابة تاخدي البني في حاجات مختلفة كمان عندنا الفازات كمان بتبدأ من خمسمية جنيه تاني الفازات الكريستال دي كمان اباجورة اكريليك معاها كمان هنشوف البيول اللي تحتيها ده طبعا انتوا بيهمو يعني اي حد بيشتري اي قطعه بيهمه جدا المقاس بتاعها عندنا هنا في مقاسات مختلفه يعني ايا كان المقاس اللي انت عايزاه هتلاقيه اه القطعه دي مش عارفه دي بيو ولا كومو كومود يعني مش عارفه هي ممكن تدي على كومود اكتر المقاسات هتلاقوا مقاسات مختلفه يعني حتى لو عندك المساحة صغيرة هتلاقي اللي ينفع يتحط فيها موجود برضو عندنا مقاسات مختلفة كتير من الكبير للصغير للوسط كل حاجة موجودة يعني في عندنا المتر وفي الأقل من المتر في الأكبر من المتر كل الحاجات دي متوفرة دي برضو فازة أكريليك كمان عندنا بقى الشماعة دي الشماعة دي حلوة قوي قوي الشماعة دي انجليزي شكلها تحفة جميلة جدا الشماعة دي يا جماعة ب 3000 جنيه برضو من القطع اللي كانت عجبني انا كده عجبني حاجات كتيرة قوي بس برضو الشماعة دي حلوة جدا في شماعة تانية برضو هنشوفها مع بعض كانت اكتر من رائعة دي احنا شفنا اللي فاتت كانت ب 3000 جنيه انجليزي دي برضو انجليزي بس فيها تفاصيل وفيها شغل ودقة مش عايزة أقول لكم قد إيه تحفة حلوة قوي 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 الشماعة دي دي برضو انجليزي بس شكلها ظريف ازاي وجميلة وانيقة مش عارفة ده درج الجوابات يعني ممكن يبقى في درج للجوابات بصوا شكلها من الجنب عامله ازاي تحفه فيها تفاصيل وفيها شغل حلو جدا فن بجد الناس دي كانت فنانه بتشتغل شغل بحب بتشتغل شغل بضمير بتطلع شغل عايش معاهم سنين كتير جدا بصوا حتى العليقه بتاعت الشماعه عامله ازاي محتفظه بشكلها محتفظه بشياكتها تحفه بجد تحفة قطعة لو اتحطت في مدخل اى بيت تديله شياكة ورونق مفيش بعد كده في دي كمان سكرتيرة احنا شفنا سكرتيرات كتير قوي زي ما قلت لكم السكرتيرات بتبدا معانا من 5000 جنيه دي برضو سكرتيرة برضو لما فتحتها شكلها من جوه حلوة جدا في واحدة تانية برضو هوريها لكم شكلها برضو احلى من دي بكتير كمان لو تاخدوا بالكم كده برضو السكرتيرات احجام وأشكال ومقاسات مختلفة ده بقى مش عارفة ده تابلو ولا مراية ولا الاتنين مع بعض بس دي شكله كان حلو جدا شفت منه كذا حاجة بس دي أكتر قطعة كانت عجباني أوي 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 مش عارفة إذا كانت مراية إذا كانت تابلو الاتنين مع بعض الهدف منها إيه مش فاهمة بس بجد حلوة أوي 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 معانا كمان الباكسوف ده برضو شكلها جميل وظريف وبسيطة كل الشغل اللي احنا شايفينه معانا ده شغل ناعم كده تحسوه حاجات بسيطة ورقيقة وشغلها كمان في فن شغل جميل وشيك جدا الصوف باك دي برضو تنفع في مدخل اي بيت يبقى شكلها حلو قوي على طقم الشاي ده سافر برضو الحاجات دي بشوف ناس كتير قوي بتبقى متلهفة عليها وبتدور عليها الاطقم دي زي ما انتم شايفين هما ثلاث فناجين مع الصينيه بتاعتهم مع البراد واللبانه والسكريه وعلى فكره ما شاء الله يعني وزنهم حلو قوي معانا كمان الترابيزه المدوره دي ما شفناش احنا والترابيزات مدوره صغيره برضو لو انت حابه حاجه مدوره دي كمان شكلها حلو جدا وظريفه وصغيره مش كبيره احنا كنا بس بنقلب البومبونيرا عشان نشوفها من تحت نشوف كمان معانا الكنبة الصغننة دي اه زي ما انتم شايفين شغلها من الكاني اه والتنجيد بتاعها كابوتنية شكله حلو قوي وبالرغم من ان هي قديمه جدا الا انها محتفظه بشكلها برضو وحتى تنجيدها لونه حلو آه زاهي مش مطفي آه شغل الكابوتنيه كمان بتاعها حلو قوي شكلها ظريف جدا دي كمان آه فاترينا دي بقى فاترينه ممكن نحط فيها حاجات كتيره قوي وهتبقى واضحه وباينه انتوا شفتوا بيبقى الازاز بتاعها من فوق بس دي من الجناب كمان يعني من فوق ومن الجناب فبتبقى موضحه اي حاجه بتتحط فيها وبيبقى شكلها حلو جدا طبعا دي ليها مميزاتها ودي ليها مميزاتها ودي ليها وضعها ودي ليها وضعها سواء كانت اللي بتبقى إذا من فوق بس او من الجناب زي ما انتم شايفين يعني في الحالتين كله متوفر عندهم اللي من الجناب واللي من فوق كل ده موجود زي ما انتم شايفين برضو دي فاترينا جميله جدا كانز شكلها شيك جدا وجميله اللي مفكوك ده طبعا اللي هو الداير اللي بيبقى جوه بس هو محتاج ان هو يتلزق مش اكتر وبرضو فيها شغل نحاس بصوا انتوا شايفين في شا... زي شماعات علقات كده جوه اهي من الاربع جناب اعتقد دي ممكن يتعلق فيها حاجات هتدي شكل احلى كمان هما اكيد حاطين العلقات دي لكده اه ان انت ممكن تعلقي عليها حاجه وتبقى طبعا زهره من الجناب هتبقى شكلها احلى بكتير معانا كمان الشيزلونج ده برضو مذهب زي ما انتم شايفين التنجيد بتاعه كابوتونيه شكله برضو حلو قوي تنجيده جميل كل الحاجات دي يا جماعه شغل يعني بتهيالي محدش جه جنبه وشغل التنجيد ده محدش جه جنبه حتى الدهب بتاعه زي ما هو على حالته ما اتعملش فيه حاجه حلو قوي الشازلونج ده ما تنسوش كمان الافتتاح بكرة إن شاء الله إن شاء الله في عروض وخصومات حلوة جدا لكل متابعين القناة كمان أنا هسيب لكم العنوان ورقم التليفون وكل ما يخص الجاليري سواء كان الفيسبوك أو جروب الواتساب أو كمان التليجرام كل اللينكات دي هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس وفي أول تعليق مثبت ما تنسوش بقى طبعا دي اخر حاجه قدامنا السكرتيره الفرنسيه والتحفه دي شكلها جميل جدا وهتعجبكم ان شاء الله من جوه كمان ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو لو اول مره تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناه وكمان ما تنسوش تابعوني على صفحتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك والتليجرام وكل اللينكات دي في الديسكريبشن بوكس اشوفكم في جوله جديده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته